في زون ميكس مع ضيفنا اليوم. كما قلت لكم في تقديمي للحصة، الإعلامي توفيق العبيد رئيس مصلحة الرياضة سابقا في القناة الوطنية، أيضا المعلق والمقدم السابق في التلفزة الوطنية توفيق العبيد. توفيق، أهلا بك. أهلا بك إسلام، ومرحبا كذلك بمستمعي إذاعة إكسبريس أفلام. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ الحمد لله. الحمد لله. شحال من فيك رمضان؟ لا لاباس عاد مستانسين بيه. لاباس. استانسنا؟ استانسنا الحمد لله. إيه، كيفاش تعدي النهار؟ في رمضان خاصة. والله في رمضان أنا نقوم في الفجر، نقوم نصلي حاضر، فهمتني؟ بون، كنت نمشي الحق ديما الجامع. توا ملي حكيت الكورونا هذيا نقصت شي خوف. شي خوف، فهمتني؟ قعد واحد شوية في الدار، كان صلت الجمعة برك نمشي للجامع. أنا وبعض الخيانة كي فهمتني مع بعضنا في جامع خير الدين. دونك حاجة أخرى شوية سبور كل يوم. أها، تعمل سبور. يوميا. يومين، فهمتني؟ أنا خاطر أنا ترانيت قبل برشا رياضات، من كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، في برشا جمعيات، حق الولاد الكرم، المرسى، ديما جماعة البونليو ديزون، فهمتني؟ كارتاج، فهمتني؟ شديد زادة في الكاراتيه والتايكوندو بوكس امريكان، وشديد زادة كذلك رئيس الفنون الدفاعية، وعملت زادة برشا مرات في الجامعة التونسية للتايكوندو، وتوا زادة مقدم روحي في قائمة نتاع رضا بالهاتف اللي ان شاء الله الانتخابات باش تكون حاجة جديدة. حاجة جديدة. نهار 16 ماي موعد الانتخابات، وان شاء الله نحلو كل حال. نحن نعرفوا كان عندنا بطل، انا داير كنت حاضر في ريو دي جانيرو في 2016 اسامة الوسلاتي، للاسف الشديد زعما تعاقب، وكان نحن كنا نعملوا عليه على خاطر خذا وقت ميدالية برونزية، وكنا نأملوا باش ياخذ ذهب في الدورة القادمة اللي هي في طوكيو، وتأخرت كما تعرف، كانت 2020 ولا 2021، لكن للاسف الشديد ما ثماش شكون وقف إلى جانبه باش يمنعوا. هو غلط كمان زاد. هو غلط صحيح، لكن ثم زاد دور يقوم به الجامعة للتخفيف من العقوبة، ثم دور لازم تكون عندك علاقات، شبكات علاقات كبيرة مع الهيئات الدولية وكل شيء باش تخاف، وصار هذا يقبل شفناه حتى مع أسامة الملولي، فهمتي؟ ونقصد دونك خلف صلب الموضوع سي توفيق، تعاون في الكوجينة وتكتفي بالأكل كما نقول. للأسف الشديد أنا ماني وليد. عندي أختي، دونك تربيت شوية مدلل، فهمتني؟ الوالدة الله يرحمها، الله يرحمها، دونك كانت هي تعمل كل شيء وانا مانيش مختص بصراحه زعما، فهمتني؟ تكتفي بالاكل معناها. هكا هو في البركه المدام هي ما تعرفها زميلتنا عقيده بن نصر العبيدي. تحيه ليها. والله هي اللي طيب. سلموا عليها. وبيك. زميلي محمد السعيدي عد البورتري حول توفيق العبيدي، نسمعوا اهم ما جا فيه. لو بورتري. ضيفنا اليوم في زون ميكس هو الاعلامي والمعلق الرياضي توفيق العبيدي. درس توفيق العبيدي الإعلام في معهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس، وبدأ مسيرته الإعلامية بالصحافة المكتوبة كصحفي في جريدة بلادي وجريدة الصباح والشروق وجريدة البطل، كما كانت له تجربة في الإذاعة والتلفزة التونسية، وتولى رئاسة مصلحة الرياضة في التلفزة لعدة سنوات. تعرف توفيق العبيدي بتعليقه على المباريات بطريقة خاصة ما تشبه لحتى حد كان لتوفيق العبيدي نفسه، نبرته صوته متعلقة في أذهان العديد من الجماهير الرياضية إلى اليوم. هذاك علاش هو ضيفنا اليوم في زون ميكست، وين باش نحكيو معاه على تجربته في التعليق ونظرته للإعلام الرياضي حاليا. فريق السوداني وفرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع لفائدة الترجي الرياضي التونسي، الهدف الرابع، هدف الترشح، هدف الترشح يتسجل على يد المخالفة، واللي تولى تنفيذها هو كمال زعيم. أكيد وأنه أمام هذا الهدف يعبر عن فرحة كبرى. لو بورتري. رجعنا من جديد في زون ميكس، خلي عليك بلاصه توفيق التعليق. خلي شكرا لك، لكن هذيك سنه الله في خلقه، يلزم واحد يعدي وقته، ما يخرجش في وقت الناس هذا غيره، فهمتني؟ وهذيك هي كما نحن قبل سبقونا الاجيال السابقه، طاهر مبارك، محمد بوغنيم، عبد الحميد رقاز وغيرهم يعني من المعلقين اللي نحن تلمذنا عليهم، وجات فرصه هكا هو يلزم. لكن يلزم واحد الانسان، انا توا الى حد الان نعلق معاه مثلا في اتحاد اذاعه الدول العربيه في الدورات الكبرى الكل، يكلموني ونمشي ونحضر ونعديو التلفزيونات العربيه كلها يعني، فهمتني؟ انا ورضا العودي وبعض الزملاء. علاش غايب شويه على المشهد الاعلامي في تونس؟ شكون؟ انت؟ انا والله يعني هذايا نجم نقول لك يعني سياسه مني خذيتها، وعهد زاد ما عادش نحب نمشي هك. شفت انا تقدير ليك، ربي فضلك، تخرج من معهد الصحافه زاد وكل، باش قبلت ما عادش على ذاك الناس ما تشوفنيش برشا، قليل 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 باش نحضر. داير ثم انا وزميلي، شوف انت القدوم، رضا العودي ولا حسين العودي. رضا العودي توا حسين قريت عنده. ايوا تحيه ليه، تحيه ليهم كل. دونك جبد روح كانه اعتزل يعني، ما عادش حتى الناس تعيط له، ورغم يكلموني انا خاطر صديق، وانا يومين مع بعضنا كل يوم يعني، اقل شيء بالهاتف وغيره، حتى علاقات مع العائله
نتاعو ما عادش يحب يلبي الطلبات على خاطر تغيرت المفاهيم. نحن تربينا على زاد الاعلام الصحيح اللي مثلا تجم تاخو انت مثلا المعلومه باش تحب حتى تقوي نسب المشاهده مش بالبوز تقويها نسب المشاهده بالاخبار الطازجه والجديده وتخدم زاد مصلحه المستمع او المشاهد بالنسبه للتلفزه. هكاك وقت تقلدي تؤدي دورك، وخاصه يعني نعرفوا نحن كل وسيله اعلاميه عندها ثلاثه ادوار كما قريت انت وكل شيء وكما قلنا نحن، فهمتي، اللي هي الدور يعني الاعلامي واخباري وكذلك دور ترفيهي وكذلك تثقيفي. هذا توا ما عادش ثم لا ثقافه لا نجي ندخل ما نخرج من حد شيء، هذاك هو سير، فهمتي، باش يمشي انا باش يحبوا ينطحوا بيا مثلا اشخاص معينه ولا كذا ولا يشدوك يقولوا يعني نخسر حتى غايب حتى معناتها انت فاعل معناتها مش كضيف معناتها لا 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 فاعل فاعل لا فاعل فاعل. نعطيك مثال، انا مثلا الممثل نتاع المنظمه العالميه اللي هي ميديا برو اللي تصور يعني كؤوس العالم واللي تصور يعني موجوده هي بازي في مقر نتاعها موجود في برشلونه وهي اللي تصور المباريات نتاع الليغا الاسبانيه. مثلتهم هنا في تونس، انا مثلا نكتب في جريده الانوار زعما مده سنه اسبوعيا وكتبت حتى في قبل في جرائد اخرى، كتبت في الصباح مع حسن زميل حسن عطيه وغيره. نكتب في الجريده زاد مصريه فهمتني النهار صحيح. كيفاش كانت بدايتك مع الاعلام توفيق؟ مغروم بالصغر كيفاش؟ مغروم والله انا شنو الحكايه؟ كنت قبل مخطط من صغير باش تمشي من صغير من صغير بالصحابه. كيفاش؟ انا قبل كان عندي عمي يوميا يجيب جريده الصباح، خاطر هو كان قبل عمي انا بابا بورقيبي وعمي يوسفي وكانت في خاطر الصباح في وقت معين مشات اليوسفيه ومن بعد وليت مع بورقيبه كل شيء. عاد كان ديما يجيب الجريده نتاعو وديما معاه ناخذها انا من عنده فهمتني، وساعه ساعه نسرقها له كيما نقولوا باش نبدا نقرا. واكثر بطبيعه الحال الجرائد اللي اكثر الصفحات اللي نقراهم هي الصفحات الرياضيه. وانا وقتها كنت زاد ندرب في الكرم في عند معاسي بن بحا ايكول وقتها فهمتني في كره القدم. دونك الشيء هذاك اللي خلاني باش نلمي الملكه نتاعي بالمطالعه وكذلك نطالع يعني في الدراسه نتاعنا كيما مدام اساسي لا سيري روز كنا نقراوها سواء باللغه العربيه او الفرنسيه. وبعد بطبيعه الحال قرينا طه حسين ونجيب محفوظ بين القصرين وغيرهم كل شيء، وعملت مكتبه زاد فهمتني وباش كتبت ونكتب وعملت سده محاولات قبل الصغر في شعريه محاولات شويه ادبيه كتابات وكذا. هذاك اللي خلتك زعما الكتابه تكون يعني ملكه بطبيعه الحال ثم موهبه ونميتها بعد في القرايه ونميتها بعد الصحافه. خاطر علاش تسق الموهبه نتاعك بامور بقواعد علميه صحيحه؟ تؤمن كون الصحافي لازم يكون ولد معهد الصحافه ولا لا حتى الموهبه نقولوا تفرض دوله؟ خاطر توا لهنا فما مفهوم تخلط شويه لهنا. صحيح، انا هون نقول لك انا عملت يعني المناقشه نتاع الرساله نتاعي ختم الدروس يعني خريجو معهد الصحافه ماذا نقولوا صحافه الصحافه وعلوم الاخبار مش الاخبار علوم الاخبار. تخلصت الى شيئين، اولا ساعه مخرجين نتاع معهد الصحافه اغلبهم ما مشاوش للوسائل الاعلام الاغلبيه نتاعهم، مشاو يعني الادارات وغيرها ومؤسسات اخرى غير بعيده على كل البعد حتى عن الاعلام. اثنين يعني بالنسبه لي انا كيف نكتب حتى ولو تكون عندي ملك الكتابه، لكن ثم انسان كيما تو تجي شاعر تقول له اكتب ما يجيبش يكتب، يكتب شنو اللي ثم يعني الانماط الصحفيه المختلفه، كل نمط الانترفيو عنده نمط نتاعو، البحث عنده نمط نتاعو، اونكيت باش تعمل روبورتاج ديسكريبتيف ولا داخل فهمتني عنده نمط نتاعو، ثم اجوبه تعملهم زاد باش تكتب في الافتتاحيه كيفاش تكتب مش تكتب اكاكا يعني بعدي. واللي قد جيب هيا والله هو عنده بلومه، باش بلومه زاد ماكش اسلوب ادبي، ثم ما يعبر عليها باللغه الثالثه، وخاصه انت تتجه مش للنخبه فقط، تتجه زعما السائر البشر المستوى العادي، هذاك كيفاش انت تهبط له اللوطه باش تهزه وترفعه ليك. دونك ثم طريقه معينه بطبيعه الحال ثم يقول الزاد نتاعك هذاك تعرف كيفاش باش تخرجه وكيفاش باش تعبر عليه وكيفاش زاد باش تجلب وتستقطب القارئ مثلا كي تبدا في الجريده. كيفاش دخلت التلفزه توفيق؟ والله انا عام 83 فهمتني انا دخلت بالضبط ما بين الموسم وموسم هو 80 81 وقتها كانت زميلتنا تعب في معهد الصحافه مازلنا خرجت خاطر الدفعه نتاع 79 وهي الدفعه الثالثه في معهد الصحافه على الطريقه الجديده يعني فهمتني. فامنا سولا وقتها فهمتني هي المعده وكان لطفي البحري زميلنا نوجه له تحيه وفتحي عداله خنشه فهمتني زاد نوجه لها تحيه وقت كانت فتحي عداله برك. وانا كنت مختص يعني في الرياضه هذا عام 80 81 دخلت هناك.
لكن ما نكذبش عليك بقات ديما الكتابه هي اللي تجبدني اكثر، بقيت ديما في بلادي وصرتو في النسخه الثانيه نتاعها. انا وليت رئيس التحرير نتاع الصفحات الرياضيه، كان منصف بن سعيد في البدايه وبعد وليت انا وجبته داير معايا بعد منصف بن سعيد. ثم عام 83 84 مشينا للالعاب المتوسطيه، وتتعرف قداش لقينا 22 تونسي صحفي ريكور في الالعاب المتوسطيه نتاع كازابلانكا. ريكور كبير، نجيب الخطاب، رضا العودي، محمد بغنيم وغيره، منصف الغلوسي بالطاب وغيره وغيره وغيره. حسيلو درجت في التلفزه توفيق، قد وصلت رئيس مصلحه في التلفزه الوطنيه. سمحت لي باش نكلمك كيفاش دخلت وقت حسين الوادي، مشينا زاد عام 85 قال لي يجي عام 84 ثم الالعاب الاولمبيه. مشيت نهار وروحت لقيت مشاكل وجواء، ولذا يكره هذا ولا يكره هذا وكذا، شو هذا؟ قال لي وقتها حسين برا شوف كذا كذا، وقرا معنا مع السحابه كل شيء. عديت نهار وهربت. عام 85 قال لي خويا اسمع، الجو راه راض وهو الاغلبيه نتاعنا، ونحن تو ولينا زعما جماعه خريج جماعه الصحافه، رانا هو رئيس مصحف وكل شيء. من وقت انطلق من 85 بصفه زعما مسلسله الى يومنا هذا. الى يومنا كنت درجت في المسؤوليات الكل حتى وصلت رئيس مصلحه. شيء اهم حاجات اللي عملتهم التلفزه، رسختهم في التلفزه، تعتبرهم انت اليوم تفتخر بهم انجازاتك في التلفزه؟ والله هو ما في جمش واحد يقول لك شكر نفسه يقول لك سلام، ولكن الحمد لله. لكن المهم اي المهم ولا هذا هو هو زعما ايش يقول واحد؟ يقول عنده كي يخرج نهار في الاخر بالكل، يقول عنده لو سونتيمون دو دوفوار اكومبلي. زعما واحد راء على الضمير نتاعه مرتاح بعد ما كمل. علاش؟ على خاطر والحمد لله انا اكثر الى حد الان اكثر واحد شد يعني رئيس مصلحه الرياضه هو انا الى حد الساعه هذه تاريخيا. نعم. سنوات طويلة يعني فهمتني، سنوات طويلة فهمتني، ممكن 15 ولا 16 سنة حاجة كنا كيك. الحاجة الأخرى اللي أنا زعما فرح بها اللي كونه الحمد لله تونس حتى حد ما ينجم زعما مثلا نحن نحسدوا غيرنا، خذينا كل شيء، كأس العالم خذيناه، الكأس القارية الانتركونتيننتال هذيك كان نقول نحكي لك عليها في آخر لحظة يعني خذيناها في ألمانيا عام 2006. تحكي على حقوق البث. حقوق البث بطبيعة الحال شريناها، خاطر توا حقوق البث هاك شفت إن شاء الله البيس دخلتوا عليه. تبدلت خاطر شوية. تبدلت معطيات على خاطر ولات ثم برشا فلوس ولا برشا فلوس من شبكة راديو تلفزيون العرب للأسف الشديد اللي كانت تحت السقف العربي البيت العربي اتحاد الإذاعات العربية، ناخذوها بأسعار معقولة ويعني منخفضة جدا، ولاو يحبوا يستأثروا للأسف الشديد العرب اللي عندهم الفلوس يعطيوا فيهم للأجانب. ولات زعما وليت شيرشوف دي بري وحاجات خياليه. دونك اهم الحاجات حقوق البث، حقوق البث نتاع كل الدورات سواء احنا الاولمبيه وقت كنا ناخذوها عن طريق الاوبيو اوروبيان بروسكاستينغ يونيون يعني اتحاد وتلفزات الدول الاجنبيه، ثم بعد ذلك من عام 2016 خذيناهم من عن طريق اتحاد اذاعه الدول العربيه. حقوق البث تدفع الفلوس تاخو تدفع الفلوس تاخو بطبيعه الحال. اما ثم مفاوضات، ما هذيك المقوه هي قوه المفاوضات، تعرف انت وسيرتو يلزمك تستعمل اللغه الانجليزيه باش تفاوض معاهم باش تنقص. كما تو انا ما نكذبش عليك، تو مثلا حتى مع الجامعه التونسيه هاو ناخذوا الجامعه التونسيه اللي قدم كانت اسعار قليله. حاجه اخرى انا ما شرطش عليا رئيس الجامعه يقول لي نحب كذا ونحب كذا وما تعمليش لما فيولا وما تعمليش، معناها ايش معناها؟ مثلا انا مره اخرى سمعت السيد وديع الجريري يمكن كل الاحترام فهمتني، وقت يقول مثلا انا ما نعدي اللي كان بسبعه وثمانيه كاميرات، نقول له حاجه، انا نقول له حاجه، عام 98 كنت حاضر في كأس العالم بفرنسا 24 الماتش وقت في الوقت هذاك 24 تسمى شيء كبير مش توا بال 30 وكذا، 24 كاميرا ما خذتش نتاع كان ذكر اندري فلو في مقابله نتاع النرويج ومقابل البرازيل وقت المغرب قالوا الحكم وقت لعبوا لعبه والحكم وقت هو امريكي من اصل ايراني. تعرف غدوه اش قالوا له؟ قالوا له لا اونت كتبوا له في الليكيب زعما فهمتني بالبنط الغليظ كما الغليظ العريض اي العريض والغليظ فهمتني. دونك انا واحد من الناس وقتها فهمتني يجي باش شكون اختار اللي خذيته اون سامبل كاميرا او ان جي صغيره موجوده من تالي سيودواز من السويد وخذت الصوره كيفاش الاخر جبدوا بالمايو نتاعو. دونك ما فهمتش يحكي ساعتها بصوره واضحه، نعدي صوره واضحه انا ما نجمش ما تجيش ولا تقول لي تفرض عليا نعدي هكا شنو كيما واحد ولا شرط تشري حليب ومعاه ياغورت ولا ما تشريش. انا نحكم في روحي حتى حتى مسيرتي كهرباء كانت في تونس، علاش ما خرجتش للخليج؟ تقريبا طموح تاع الناس الكل صحيح
انا الوضع خاص كما قلت لك، انا وحيد العائله نتاعي، انا عندي اختي، اختي عرست 78 واخت 70، بقيت في عائلتي والوالد والكبر والوالده وكل شيء. ولكن من غير ما نحب نسمي اسامي، جاوني العروض وثم في بلاصتي انا، انا اللي بعثهم وما نسميش الاسامي زعما شكون اللي مشى، فهمتني؟ دونك انت ما كنتش تحب ما نجمش نمشي انا توا لحد الان ما نخرجش من تونس. دايره انا ثم توا نحكي لك من بعد، كانت ثم المجال وكل شيء، ثم يعني جاوك فرص برشا فرص. منين مثلا؟ من هاني قلت لك، من الاي ار تي كلموني، بعثت واحد اخر وقت الاي ار تي، بعثت عصام الشوالي. هكا انت تحب تسمي انا نسمي مسيج عصام الشوالي، وكان زوجته زاده، فهمتني؟ خرجت نجوى اي ما لا ولا مش وقت، لا مشى لايطاليا وقتها، مشى لايطاليا الاي ار تي، كانت غادي كتبث يا اسمع هذيك شبكه راديو تلفزيون العرب اي ار تي. ويقدر هذا اليوم عصام الشوالي، عصام الشوالي متربي ونظيف، ثم غيره واش لازم نسميه وزاده، ثم غيره للاسف الشديد لا اللي انت خرجته زاده. اي نعم فهمتني، ويجيب حكايه اخرى وكذا، حسير ولا ما يعترفش ولا ما يهمنيش فيه، انا واحد من الناس عمل خير في اهله وفي اهله. ليه ما نسميش على خاطر ما يستاهلش بيبي تاوك عليهش، ما نحبش نسمي فيصل شعبان. انت خرجت لا 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 ما نسميش، ما عادش نحب نسمي حتى واحد. فيصل شعبان ما يعترفش اليوم انت خرجت. لا لا ما نعرفش عليه هو ولا غيره، ثم برشا غيره فهمتني، ما نحبش نتكلم الاسامي نتاعهم. ما زلت فما علاقه اليوم مع عصام الشوالي مثلا؟ والله باش نقول لك، خاطر هو في ربي يعينه كان يعيش في قطر وبعد ولا يعدي زاد من فرنسا وتو يعدي في تونس تو كل شيء. ما انا انا انا, أنا ما نخرجش من البونليو فهمتني، ما نخرجش من البونليو نور فهمتني، ديما وكازاني براتيكمون فهمتني، شويه سبور وشويه كذا وشويه خدمه وما نقبلوش. اما انسان للامانه زعما فهمتني، انسان فاضل ومتربي، وهو وزوجته الفاضله. في وقت من الاوقات بلاكش تغش منك في تصريح عملته سابق، شككت في كونه افضل معلق عربي. لا هو بيدو يعرف، هو مره والله قريتها شفتها في الفيسبوك، هو بيدو قال لا ما ثماش الحكايه هذه، هو بيدو بنفسه قال لا شنو الكلام هذا وهو احسن درجه شنو، قال انا ما نامنش بها مش موجود. خاطر علاش؟ راهو يلزم لجنه نتاع تكون فيها اعضاء معينين ويشوفوا ويقولوا، راهو كيما في السينما فهمتني، احسن فيلم احسن صوره احسن لوميير احسن كيما يقولوها انتربريتاسيون ماسكولين ولا انتربريتاسيون فيمينين وغيره. انا مقومات وين شكون اللي حضر؟ انا تو نجيك لك انت مثلا صاحبي وكل شيء عندك موقع وكذا، تحطي توفيق العبيدي هو الكل مثلا، مش لازم تسميش اسم اخر، وبعد ونفرح بها بالكذب والتفليت. باهي في رايك انت هل يستحق يكون افضل معلق عربي؟ انا بالنسبه لي انا ما سميش افضل، انا ساعه كل شيء في المعلق، المعلق راهو هو انسان قبل كل شيء يحترم المشاهدين والا المستمعين نتاعو. كيفاش يحترمهم؟ وقت كيف يحضر روحه ويشوف رده الفعل والقبول هذيك من المواطن. كما تلقى توا مثلا جمهور المقاهي، مثلا جمهور المقاهي يحب مثلا عبد صوت عيط وسيع وعبد اخر، خاطر ما بينات التعليق اللي نشاهدوا فيه في التلفزات العربيه كلها برمتها، كل تعليق اذاعي ماهوش تعليق تلفزي، ما هو سامحني سي با واحد ماهوش هذاك، خاطر التعليق التلفزي فيها الصوره ما يلزمكش ترهق الاذن، انا قاعد نشوف تقول لي كره باليمين دار علي صار مشاها ومشاها ورجع بها ومشى وبعد مش حاسس بها، اعطيني كيفاش تبارك البونتو، كيف تبارك تسجل الهدف، كيفاش شنو هي الغلطه كما كنت نحكي مع زميلك. هذا التحليل اكثر من تعليق. نعم شنو هي الغلطه؟ تحليل اكثر منه تعليق. لا تحليل وقت كيف انت في معرض الحديث نتاعك تسجل هدف، نقعد نستنى حتى الميتون باش يجي مثلا يقولوا شكون راهو كيف ماركه، لا في وقتها كذا كذا واشاره عابره فهمتني، راهو تسجل كما نقولوا على خاطر المدافع خلى المكان فارغ، خلى مكانه يصعد، خلى المكان فارغ استغلوا فريق المنافس مثلا. كيفاش تصنف روحك كمعلق انت؟ انا معلق ممتاز، معلق متوسط، لا معلق باهي. انا اغزي نقول لك، انا نصنف روحي اللي نحترم في القواعد المهنيه، انا هذاك الشيء يهمني. كما واحد يقري مثلا ما يقول لك وعلي بنحت المعاني من معادنها ولا علي ان لم تفهم البقر. مهنيا انت افضل معلق؟ لا 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 انا ما نقول اغزي، هاني قلت لك مهنيا اغزي، انا نحترم روحي علاش؟ على خاطر مش جيت بالشباك، انا قريت ودرست ونعرف هكاك يلزم يكون التعليق، يكون هكاك عجبك ما عجبكش، عجبك تدور واحد باش يشوف حاجه واحد اخر، تحب تحب تعيش مع واحد اخر يورور ولا يولي براح ويعيط ويسيح وينقز في واحد. شكون المعلق اللي يشدك؟ بالنسبه لي انا انا ما نكتبش عليك، ما نتفرجش فيهم حتى واحد باللغه العربيه، ما يشدني حتى واحد. ما تتبعش ماتشات تونس؟ ماتشات البطوله؟ خلينا نكلمك، لا نشد نتبع، نتبع اذا حاجه تقلقني نعمل كيما كيف عليك افوا باس نقص في الواحد ونتفرج، ودير في المحتوى المقابلات نتاع تونس يعديهم لبرا مثلا ولا حاجه، وخاصه باللغه الفرنسيه اول حاجه نقز عليها نمشي، خاطر علاش راسي نخرج مرتاح. حتى معلق عربي ما يشدك تونسي ولا عربي؟ لا 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 حتى واحد، حتى واحد انا واحد من الناس ما نكتبش عليك زعما علاش، خاطر انا من قبل نحب ننحت لنفسي شخصيتي الذاتيه
بمحاسنها وبعيوبها والكمال لله. بما في ذلك زملاء كبار في التلفزيون مثلا عبد الرحمن العش، شاكيب الخويلدي. لا ايش نقول لكم، جاوا بعدنا هذوما زعما صغار وكذا كل شيء، وربي يعاونهم. اللي علقوا اليوم ربي يعاونهم، ربي عندهم مريديهم وعندهم احبائهم وعندهم جماعتهم وقاعدين يجتهدوا. انت ما يقولكش مش ما نقولش لا يقول، انا قلت لا يقول لي لا تسمعهم مش معنى. اذا كان ساعه في مباراه وانا مش قلت لك ماتش تنحي الصوت. لا لا اي نحكي لك، قلت اذا كان في مباراه وتبدا موجوده ساعه موجوده، ما نجمش باش نحي زعما الصوت كليا، زعما نقص ساخط. علاش؟ على خاطر ساعه ثم الناس تعيط شويه، انا ما يعجبنيش. لا اوف خليف، انا قلت لك انا ما يعجبني حتى واحد الكل، حتى واحد مش معنى هم راهم خايبين ولا همش كذا، لا 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 عندهم بالعكس، هم عندهم شعبيه كبيره ومريدينهم ويحبوهم وتبارك الله نجوم. زي ما تخيل لك مش كيك. انا نحكي لك شخصي، انا نفضل نتفرج في مباراه قلت لك علق عليها واحد بالفرنسيه ولا حتى بالاسبانيه. انا قبل وقت كانت الليغا ما يعديوها بالاسبانيه ويعديوها بالعربي، نتفرج فيها بالاسبانيه. باهي، علاش اختفيت شويه بعد الفريد اللي بعد الثوره توفيق؟ والله مش اختفيت، مش اختفيت، يعني قعدت نخدم انا نورمالمون حتى كملت، فهمتني؟ فوق كملت ولا حاجه، اما جبت روحك شويه من الصوره. من الصوره ها نقول لك حاجه، اولا ساعه قبل كل شيء ولات فوضى. فوضى بيتم معنى الكلمه، فهمتني؟ اثنين من الناحيه الاخرى، وتعرف جماعه عرفتها عملوا الجماعه اللي بحذانا وقت لا شاسو سورسيير وكذا، انا بقيت نخدم فهمتني وكذا، على اساس كونهم كل واحد ينقز وهاو درا شنو ونظام سابق وكل رواية كل لغه كل مضروبه فهمتني وكذا فهمتني. دونك كي جينا ناخذ هذا يدخل من غادي وهذا يدخل من غادي والاخر يجيب واحد فهمتني شنو هذا، ساعه يدخل الناس تدخل في البلاتو سيرتو ماش كانت تتذكر يدخلوا ديريكت وعملوا حتى حصص في كل المجالات السياسيه وغيرها وكذا، والناس تكلمت اللي ما تكلمت. قلقوك شويه في بعض الثوره باعتبار انك كما قلت تو محسوب على النظام السابق. لا لا انا مش محسوب، اولا ساعه مانيش محسوب على النظام السابق، انا نخدم على روحي. انت قلت اي لا لا قلت نحكي لك هما اش قالوا فهمتني، خاطر انا واحد من الناس احنا في الرياضه فهمتني، وحاجه اخرى ويشرفني اذا خدمت انا مع خدمت مع حتى بورقيبه بل وقتها في النظام، انا من 81 قلت لك نخدم، شرفني جدا ونخدمت زاد في عهد مع بن علي وشرفني جدا فهمتني. مانيش كجبعك اللي احنا احنا تعرف الحمد لله عاملين ليزار مارسيو، ما نخافوش وما نقلبوش الفيسة ونقعدوا مع بعضنا، اما نحكي لك كيفاش التوجهات، ثم ناس تحب تستغل الفرص هذه وكل شيء، وما انا خاطر انا في وقت كان في المكتب نتاعي حتى حد ما جاني، ما نجمش حتى احد يجيني يقربني ولا شيء يعمل هكا ولا هكا، ما نجمش فهمتني. دونك بقيت نخدم، خدمت ماتشويات، خدمت وقتها خدمت برشا ماتشويات راهو بعد وبعد اوب جبت كلمت والحمد لله وقتها شنو اشهر قليله ونخرج التقاعد. والحمد لله. تعرف شو نقول لك حاجه، رضا العودي حتى من قبل ما نمشي، وانا مش من وقتها راهو حتى من قبل زعما في النظام السابق من عام 2010 و9 وغيره صعب تيسر الخدمه فهمت، ما عادش كيقبل نقول له يا رضا اش خاصك، يقول لي اسمع تش مازال لك تو شويه تو شويه تو شويه، يقول لي اصبر وكذا. ما علاش لصقوا فيك الاتيكيت نتاع النظام السابق؟ اصبر انا حتى حد ما لصقها بصراحه، تو سمعتها اول مره منك انت. لا انت قلت لا 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 قلت لك هما الناس كانوا وقت كانوا مش اول مره معناها تسمح. لا لا والله انا واحد من الناس اول مره نسمح لي انا كواحد فهمتني، اما شنو نحكي لك على الناس كيفاش خاطر كانوا يخدموا في قطاعات اخرى، تسمع فيا قطاعات اخرى اللي يخدموا فيها فهمتني، يقولوا راهو هاو النظام السابق ولا كذا، ما لا سامحني البوليس مش كان يخدم في النظام السابق ما تنحاو، الجيش اللي كان يخدم يقولوا لا، هذوما نحن ناس ما عندناش، وخاصه احنا في الرياضه خاطر كان جينا ممكن في السياسه، هما سيرتو قلقوا العباد اللي يخدموا في السياسه هذوك زعما زعما هكا بدلوهم وكان شنو في رئيس تحرير نتاع الاخبار ولا غيره ولا حاجه. اما انا بقيت هاني قلت لك بقيت مده وبعد اوب جبت على سي الحمد لله كملنا الندوه الصحفيه بعد شويه لوزاره الصحه والاخبار كيف كيف. فاصل وبعد مكملين في زون ميكس مع ضيفنا اليوم في ساعتنا الاولى المعلق ورئيس مصلحه السابق.